أدري يما أنك متضايق وقلبك يعورك لأنها ما وثقت فيك، صح؟ والله ما أدري، اليوم فكرة وفكرة براسي، بس في واحدة عندنا بالدوام تقول إن محمد هو اللي مزور العقد. أدري بكل شيء، فرح قالت لي. إيه بس أنا رحت حق محمد وقال إن أبو حنين هو السبب بكل اللي قاعد يصير. بس ما أنا مو صدقة، شيء بقلبي يقول إن في شيء ناقص. عموما كلها يومين ويبين. يما حبيبي ابعد عن هالناس وريح راسك. أنا ما أبي منهم شيء، أنا مو كاسر خاطر إلا حنين. حرام تقعد بين هالأشكال هذه. أدري يما، بس لا تسوي في روحك كذي. الدنيا اختبار وكل شيء ممكن يتغير بلحظة. مشكورة يما. تصبح على خير حبيبي. وانت من أهله. لازم حنين تصحى وتعرف شنو اللي قاعد يصير حواليها. أحس في ثياب وايد يبون ينهشون فيها. يا رب شو أسوي؟ حنين حبيب، ايش فيك؟ ولا ما فيني شيء. بلى فيك شيء، قولي ايش فيك. بس قاعد افكر ايش رايك نسافر، نروح لندن ولا باريس، نغير جو ونرتاح شويه من ضغط الشغل. يعني في مشاكل في الشغل وانا ما ادري عنها؟ لا لا يبا، ماكو مشاكل، انا اقصد الضغط هذا مو زين عليك ولا صحتك. انا ادري انك انت تفكرين في حالتي الصحيه. انا اطمنك، انا بخير وما فيني شيء. وبعدين ممولين للمشروع ترى مستعينين، لازم نسوي ورشة ونخلص، وإذا رحنا أنا وياك من بيشرف على المشروع؟ لا تحاتي يبا، أنا ضبط الموضوع، أنت بس سافر بالأول وأنا أحط المشروع على السكة والحقك. أشوفك قمت تزحلقيني، أنت مليتي مني. لا يبا مو كذي، بس والله بس أبيك ترتاح. خلاص خلاص، خلي المشروع يوقف على ريله وبعدين بنسافر، بس بروحي ما سافر.
سبعة كان طقيت علي الباب. حسبتك نايم. قلت اطرش لك رسالة، إذا قاعد بترد علي. خير ايش فيك؟ قاعد أفكر وأقول حق نفسي، من له مصلحة إنه يأذيك ويبعدك عن حنين ويبعد سعود عني بعد؟ إذا كان عبد الله أبو حنين ما يبيك زوج حق بنته، شنو مصلحته إنه ما يبيني زوجة حق سعود؟ هم نفس الشيء، شنو مصلحة شهد وطارق ومحمد؟ والله شوفي، الموضوع كله داش ببعضه. أصلاً سالفتك أنت يعني تزوجتي سعود ولا ما تزوجتي سعود ترى مو هامهم، لأنه ما يأثر عليهم. اللي زور العقد شافك وسيلة سهلة ومدخل يدش منه. تدرين ليش؟ لأنه وايد مقنع أن اسمك اللي يكون بالعقد. يعني تخيلي هذا اللي مزور العقد حاط اسم أي واحدة مثلاً، يروحون يشيكون تطلع هذا الإنسان أصلاً موجودة، ينكشف راح يدرون أن العقد هذا مزور. بس حط اسمك أنت لأن الموضوع يصير وايد مقنع، وأكيد حنين راح تصدق. تعتقد حنين إذا عرفت وكشفت اللي صار كله ممكن ترجعون حق بعض يوسف؟ والله ما أدري، بس اللي أنا عارف إن أهم مو هم حنين ويوسف يكونون مع بعض ولا لا. أنا قاعد أحاتي الموضوع يكون أكبر من كذي بوايد. ممكن؟ والله كل شيء جايز. ألو، وعليكم السلام. يا هلا. الشرطة خير؟ إيه يوسف موجود. خير، إيش صاير؟ لحظة. يوسف، يوسف. هلا يما. تعال يما، الشرطة يبونك. الشرطة؟ ألو، عليكم السلام. يا هلا. اي نعم، انا يوسف سعد. خير ان شاء الله. ان شاء الله خلاص، مو مشكله. مسافه الطريق. لا لا ما تاخر. اوكي، مع السلامه. شنو صاير؟ خير؟ ما ادري يما، المخفره يبوني. لحظه يما، انا بروح وياك. وين بتروحين معي؟ الله يهداك يما، ما في الا العافيه، لا تحاتي. ما يصير اهدك بروحك. زين خلاص، انا اروح اشوف شنو يبون واتصل فيك اطمنك على طول. والله تتصل فيني ضروري، لا تخليني افكر. ان شاء الله، يلا باي. الله يستر. شو جايبنا هني؟ قلتش من قبل لازم نكثر طلعات عشان الناس تشوفنا مع بعض. قريب بنصير وايف اند هوزبند. ما تستانس وايد، ترى عمري ما راح. ومن قال لنا مش تحبيني؟ راجع نفسك طارق، ترى بيوم التعاسة على كل اللي قاعد تسوي. لا تسوي شيء الحين عقب تندم عليه. بلين اقول، بدل نصايحك هذه يا ليت تقدمينها حق ابوك. ابوك الحرامي النصاب، مو انت تنصحيني انا. شنو قررتي الحين؟ احاكيك انا، طالعيني. تبين تختارين ابوك ولا تختارين نفسك وتاخذيني؟ باخذك. بس سؤال، اذا اخذتك انا شو يضمن لي ان الاوراق اللي عندك ما تطلع مره ثانيه؟ لا تطمني، صدقين الاوراق مو همتني. انا اهم شيء كان عندي اني انا اتزوجك، واللي ابي وصلت له. خلاص يعني تطمني. اكرهك. احبك واموت فيك. وان شاء الله يوم عن يوم بتحبيني، انا ادري. إذا ما حبيتيني الحين بتحبيني باكر. I love you. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك، تفضل. خير صاير؟ كانت عندك شكوى بالمحكمة؟ إي نعم. إحنا عرفنا من ورا السالفة. محمد الداير، مدير تنفيذي لشركة عبد الله. العم محمد. أكيد تعرفه. إي نعم. الحين كل الأدلة تقول أن محمد هو اللي مزور العقد. شنو في صاير؟ لا ما عبد الله داخل، بس ما نعرف شو صاير. أخوي صاير؟ ما عندنا أي معلومات.
زي ممكن اشوفه انا بنته. تفضلي. انا بنظر هنا اوكي؟ مشكورين وما قصرتوا، واذا في اي تطورات انا بالله. ان شاء الله، مع السلامة. مع السلامة، حياكم الله. في بخير صاير شنو في؟ يدورون على محمد. ليش؟ تهمة نصب واحتيال. في تلاعب بالحسابات وأوراق مزورة. ليش يسوي كذي؟ ليش؟ ليش يا محمد؟ معقول يا محمد؟ يبا شو فيك؟ فيك شيء؟ كل الحسابات البنكية كانت تحت تصرفه. قسم المساعدات، الفواتير، كل شيء كان عنده. وللحين ما عارفين هو وين. وفي أشياء كثير مسويها ما قالوا لي لين يتأكدون بس. ما عليه يبا، لا تزعل نفسك، كل شيء بنحل بإذن الله. المساعدات اللي يعطيها الناس، مئات الناس ما دي توصل لهم ولا لا؟ أكيد كان ينصب عليهم يا حلي، أكيد. ليش يا محمد تسوي كذي؟ ليش أنا ما قصرت معك؟ ليش يا محمد؟ ليش؟ زين إذا ما عليك أمر، تقدر تعطيني ورقة تثبت أن عقد الزواج مزور؟ شيء لا ما تاخذ، لان رقبته بايدي والاوراق هذه تاخذه مؤبد. هو يبي يخفف عن روحه ما يزيد، وهذه حنين قاعد تلعب على الوقت وتمد فيني. احسن شيء اني اكلم عبد الله واحطه قدام الامر الواقع. هذا يشتبك على الدق، اكيد بتنصحني اني اوخر عن حنين. توني نايم زحمة. زين قاعدك عليك، ليش ما شيل تليفونك؟ عشان ما نلفت الانتباه. نلفت الانتباه ايش فيك؟ احنا مو غيرنا ارقام تليفوناتنا. اي بس لازم نكون حذرين عاد، ايش فيك؟ زين زين. في احد يدري غيري انا وانت؟
بهالمكان؟ لا بس انا وانت. زين زين شنو؟ ماكله. زين روح روح بخلي شيء ميت من الوعاني. يلا يلا دي. حاضر. يلا 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 يلا. صارتك بين ردي. سارة ردي ردي. كل جاهز. اللي بقول لك ليش ما تبي الناس تدري ان وين مكاننا هذا؟ لان الرجال اللي زور الاوراق صادوه وقال عني كل شيء. شلون؟ وش راح نسوي الحين؟ ما ادري. بنقعد هني ونشوف شو يصير. راقب من بعيد لبعيد. وبنطول احنا قاعدين هني؟ ترى انا ما اقدر، ما اقدر اقعد هني. مو بكيفك. ترى حتى انت قاعد يدورونك الشرطة ليش انك معاي بالمهمة هذه، بالسالفة التزوير هذه. شون شون؟ لا حبيبي، انا وقت الصجية اروح اسلم نفسي وخلص. انت لازم تراقب الوضع عدل وتقولي الاخبار اول باول، فهمت؟ حاضر حاضر طال عمرك. اسمعني زين، شاه صار لمدة دق عليها ما ترد علي، ابيك تشوفها وين فيه وتيبها هني، فهمت؟ حاضر. زين فهد، لا صادوك الشرطة وسألوا عني، شو تقول لهم؟ أقول لهم طردني من الشغل وما أدري وين بعد. زين زين كفو كفو. سعود لو سمحت اتفضل اطلع برا قبل نادي السكيورتي يطردونك من نفسهم. اخذ الورقه هذه بالاول وبعدين سوي اللي تبي. شنو هذه؟ هذه الورقه تثبت ان عقد الزواج مزور. من اللي زور هالعقد؟ ناس ما تحب لنا الخير، ما تحب الخير حق أحد. وعلى فكرة أنت ترى ساعدتهم على هالشيء، دليل أنك هديت فرح. وأنت مو لك هالورقة؟ بالمحكمة. شوفها مختومة ومصدقة. إلا أنت عاد ما تبي تصدق، هذا شيء ثاني. يمكن أنت تبيها من الله. ترى بنات الناس مو لعبة. يوسف أنا آسف، أنا ماني عارف شنو أقول لك بالضبط. أسفك هذا مو حقي أنا. أنت تعرف توجه أسفك حق منو. أنت حقي ممكن فرح تسامحني بعد كل اللي صار؟ والله ما أدري. جرب وشوف. يا
والله طال عمرك انا مستحي منك، ما ادري ايش اقول لك، يعني المفروض انا وحنين اني لي عندك ونقول لك مو نروح لها المكتب. انت متاكد انها موافقه؟ سمعت من لسانها؟ هي طال عمرك هي، بس هي شوي عندها تحفظات لان انت صحتك تعبان شوي فمستحي يعني البنيه. ايه دائما تخاف علي والله الغاليه هذه حنين، لكن تدري خلنا نروح نفاجئها قبل لا تفاجئ. انت من ايش قاعد تسوي بسيارتي؟ امشي قدامي احسن لك لا اذبحك الحين. فهد انت ايش قاعد تسوي من خشب سيارتي؟ ايش تبي؟ هذه اوامر ابوك، يلا بسرعه قدامي وهناك تعرفين قاعد يتصل عليك وانت ما تردين. زين ابوي وينه فيه؟ ابوك من خشم الشرطه. شرطه؟ ليش الصاير؟ هناك تعرفين، يلا امشي قدامي وتعرفين من ابوك كل السالفه بسرعه. اي شلون احرك وانت ماسك كذي واذا حد شافنا يا الغبي؟ اي والله تعال ليش حاط ايدي انا؟ يلا يلا حركي يلا يلا. زين زين لا تطلع. يلا لا ندفش بقس الحين. انت شنو فيك شيء؟ شارب شيء؟ اي توني شارب شاني، عندك بيبسي اعطيني. وي انا ما اقول الا الله يرحم ذكائك بس. ولا امشي يلا امشي امشي، لا غير تضاريس وجهك الحين. بسرعه. عطق. السلام. استاذة حنين موجودة؟ اي نعم موجودة، بس حنين عندها ضيوف، تفضل ارتاح. من مبارك من مبارك، يعني ان شاء الله فال خير. عم ايش رايك اليوم نملك ان شاء الله ولا هاليومين نملك حنين؟ بس خلاص ما له داعي، انت ايش رايك؟ والله يا العروس تشوف نملك نملك هاي الساعة المباركة. انتوا حددوا الوقت اللي تبونه وانا موافقة. دام كذي خلاص متفقين. اليوم ان شاء الله بجيب سارة اختي ونجيكم نزوركم بالليل. خلاص حياكم الله حياكم الله، هاي الساعة المباركة تفضلوا. بيت بيت. إذا بتحب خبر سيزي حين إنك موجود. أستاذ يوسف. أستاذ يوسف. تعال حليب. هرب. اركض. اركض. خلها بترجع. يوسف شنو قال لك؟ ما عندي شيء، سألني عنك وأعطاني هاي الورقة.
معقول محمد يسوي كذي؟ يزور؟ وهو اللي قام بالعقد وقال لي انه متزوج وعنده عيال. والله طال عمرك اللي سواه محمد اكيد مو معقول. بس ايش دراك يمكن الورقه هذه تطلع مزوره بعد. بصراحه يوسف ما تقدر تستهين فيه. والله انا مو عارف شو اللي يصير. حنين 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 ايش تبي؟ وين رايح؟ ترى اللي صار ما راح يغير شيء. كل اللي خططت له صار. ايش تبي اكثر من كذي؟ اليوم ماشي. الو، هلا دكتور كايد، شلونك؟ الحمد لله. مين؟ قاعد اكلمك من خطاني مو خطي. انا محمد. محمد خير؟ اسمعني، هذه اخر مره اكلمك فيها، ابيك تسمعني زين. خير؟ ناوي تهاجر ولا ايه؟ لا ما انا مهاجر، بس الشرطه تدور علي الحين. شرطه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ عرفوا حاجه؟ لا تخاف ولا ترتعب، بس ممكن يعرفون إذا ما نفذت اللي بقولك عليه. يا رجل قولي حصل إيه، أنا خلاص أعصابي ثابت. إيه اللي حصل بالضبط؟ اسمعني، ما أقدر أطول وياك على التليفون، أبيك تزور عبدالله بالبيت كأنك بتطمن عليه وبتفحصه، وبالمرة تعطي حبة أو إبرة. طبعا هذه شغلتك يعني. المهم أبي دش بغيبوبة وما يقوم فيها مولية. أنت بتقول إيه؟ انت اكيد اتجننت. لا بعدني ما ينيت، بس ممكن اين، واذا ينيت راح اقلب الطوفة عليكم كلكم، وانت عارف شنو املك انا وشنو عندي من معلومات واوراق، ممكن توديك ب600 دهية. انت بتطلب مني اقتل؟ انت عارف يعني ايه اقتل؟ وهو ميت ميت. الشرطة الحين قاعد تدور بالاوراق والمستندات وتدبش بكل شيء، واذا مات بيتسكر كل شيء. اما اذا انصدت انا وانكشفت فراح اسحبك معاي، فهمت؟ انت شيطان يا محمد، انت شيطان. سكر تلفون بويي. صير خير، صير خير يا كايد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سعود، اقدر اكلم فرح؟ ايه ان شاء الله. فرح 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 يمه. نعم فاتي. تعالي كلمي. نعم بغيت شيء؟ انا عارف انك زعلانه مني، انا اسف على كل شيء، اسف لاني شكيت فيك. غير هالحكي عندك شيء ثاني؟ انا عارف انك معصبه وزعلانه مني وايد، بس انا بعد ما انلام اللي صار فيني مو شويه، ولو اي حد مكاني كان سوى اكثر من كذي. اعتذرت او ما اعتذرت مو مهم عندي يا سعود. تدري ليش؟ لانك طلعت من حياتي وما لك اي وجود فيها. عفا تصدقين عاد، وانا جاي بالطريق توقعتك بتسامحيني. فرح انا ما ابي اسمع منك كلمه لا، لانك لو رفضتيني قلبي راح يوقف. انا وايد احبك وطول عمري اتمناك تكونين ام عيالي. انا اسف على كل شيء، وأوعدك إن هذا الشيء مرة ثانية ما راح يتكرر. وأنا إيش دراني؟ يمكن تسوي كذي مرة ثانية. أنت خليت الثقة بيني وبينك معدومة. أنا بس أبي فرصة واحدة، فرصة واحدة أثبت لك فيها إني أحبك، أحبك وأموت فيك. تحبني؟ أي حب تتكلم عنه يا سعود؟ وأنت من أول موقف خليتني ومشيت، حتى ما كلفت على عمرك تسألني وتعرف الصد شنو. أوعدك مرة ثانية ما راح يتكرر هذا الشيء. أنا بيك
وشاريت يا بنت الناس. تفضل. شيخة البنات، هلا بحبي انت. انا احبك وايد. انا بعد. انا اكثر. انا اكثر. ابيك موضوع ضروري. زين تعالي ماما. يلا. روحي لعبي بدارج ولا تسوي شطانة. زين؟ خير، ايش فيك؟ زين قهوة، قهوة على الأقل وبعدين نسولف. انا حاضر. بخيلة. طلع على اخوي. زين زين قدامي. ايش فيك يبا؟ ايش فيك قاعد تدز؟ انت وين يا ابوي؟ هني. اصف ولا كلمه. ابوي هني ولا لا؟ ابوك داخل. يلا امشي، لا دخل الجثة قدامي. وخر ايدك. ايش فيك بس؟ قدامي قدامي. وخر ايدك. زين يلا. ايش فيك؟ ايش فيك؟ هذه الامانه اللي قلتيه بهلي. شادي بوينك؟ حيسودك على ايش؟ تليفونك كله مغلق. يبا مغلق، يمكن انا بمكان ماكو فيه سيرفيس، تلفون مفضي، مو تدز لي هذا يخطبني. زين ما وقف قلبي. ايش فيك انت؟ انا قلت لك روحي بشاهد باي طريقه، مو تخطفها. هذه اي طريقه جبتها لك؟ روح روح سوي شيء ناكله. يلا روح روح. حاضر حاضر. روح روح. وانت الاوراق اللي خديها من طارق شلون رجعوا له مره ثانيه؟ يبا الاوراق ما رجعوا له، انا اعطيته الاوراق وانا اضحك بعد. طلع عنده نسخة ثانية وقاعد يهددني راح يفضحني ويفضحك إذا ما عطيت الأوراق الأصلية. خلا خلص من اللي أنا فيه وتفضحك طارق. تعالي بحياك. حياك حياك. تعال تعال. اليوم اليوم بالليل؟ إيه إيه اليوم بالليل. وشلون قدرت تقنع حنين إنك راح تخطبها؟ أخوك مهيم، إذا يبي الشيء يبي يبي، بس لا تنسى إن هي تحبني. ما أبي أروح. ليش؟ زعلانة من حنين. يلا عاد لا تسوين سوالف، بعدين هذه بتصير مرت اخوك، يعني لازم تعاملينها عدل. انت ريال وتعرف تتصرف، ولا تبيني انا بعد راح اخطبها لك؟ انت من صدقك واللي سمعك يقول الحين انا كل يوم قاعد اخطب. يبقى هذه بس المره الوحيده، عاد لا تسوين هالسوالف. خلاص عاد ابيك تجين، ماكو اي اعذار. يا ربي. زين بس خلاص اوكي اوكي بروح معك، بس ترى مشعل ما راح يقدر يجي معانا لانه عنده شغل في ابو ظبي وراح ينام هناك. وجودك هو اللي كفي، مكفي وموفي. راح تنورين بيت عبد الله اليوم. زين طلب بسيط، ابيك تروح تشتري لي خاتم. اي اوامر ثانيه استاذ طارق؟ مشغول. لو مو مشغول كان انا بروحي رحت. بعدين انت اختي لازم توقفين معاي. وليش ما تخليها هي تختار حق نفسها ونفتك من هالسالفه؟ انا ابيك انت تنقين عشان تدري ان اخوك عنده ذوق. بعدين يبي لها خاتم كذي مدلقم الماس كذي هالسوالف ثقيل. ها زين بس خلاص عورت راسي. ثقيل ومدلقم. زين خلاص يا. لا اكيد قاعد يخطط لشيء ثاني. ولا ليش يبي يتزوجني؟ صدقنا من زمان كان يبيني، بس يمكن يغير رايه. انا بكلم ساره وبقول لها كل شيء، بس خاف ابوي يدري بالسالفه ويصير في شيء. الو هاي دكتور كايد، تبين امرك المستشفى؟ خير دكتور؟ الصاير على امرك ان شاء الله. لا تحاتي، ما راح اقول حق احد ان شاء الله.